الكومبوننت في انجولار بيمر بلايف سايكل، بس اللي يهمنا نعرفه دلوقتي ان اي كود هنكتبه جوه ان جي اون انيت هتلاقي فيديو بيشرح الكومبوننت لايف سايكل في انجولار بالتفصيل، بص على الديسكريبشن. فهنقول ان جي اون انيت وهنكتب بقى اللوجيك بتاعنا جوه الميثود دي. اما بنعوز نجيب ريسورس بنستخدم جيت، لكن لو عايزين نعمل ريسورس جديد هنستخدم بوست. هتلاقي فيديو بيشرح ال HTTP methods كلها والفرق بينهم. المهم اننا دلوقتي محتاجين نجيب ريسورس فهنستخدم جيت. فهنقول HTTP دوت جيت، هنديله الباث بتاعنا في الباك اند، وبعدين هنسبسكرايب للميثود دي. بس قبل ما ننفذ الجيت عايزين نحدد انتيتي او الانترفيس بتاعت الريسبونس اللي هيجي هيبقى عامل ازاي. فهنيجي نعمل فايل هنسميه بوست انتيتي او انترفيس وات ايفر يعني، وهن اكسبورت منه الانترفيس بتاع البوست بتاعنا. البروبرتيز بتاعت البوست بجيبها منين؟ دي طبعا بجيبها من الباك اند، يعني اللي عامل الباك اند هو اللي بيقول لي انا هدي لك بروبرتيز هتبقى شكلها عامل كده. فهنشوف الاول، احنا بما ان مفيش لسه باك اند فهنستخدم حاجه بتدينا دامي داتا. فهندخل على موقع دامي جيسون دوت كوم، ده بيدينا كذا حاجه زي منها البوستس والكومنتس وكده. احنا محتاجين دلوقتي البوستس، فهندي بص على شكل الريسبونس هيرجع عامل ازاي. هنلاقي ان هو بيجي اوبجكت جوه منه بروبرتي اسمها بوستس، جوه منها الاري بتاعه البوستس اللي احنا عايزينها. كل بوست بقى بيبقى فيه اي دي وتايتل وبادي ويوزر اي دي، ده عباره عن نمبر، الباقي عباره عن سترينجز، وفي اري عباره عن تاجز ممكن نستخدمها كهاش تاجز او مثلا ليبلنج او وات ايفر، وعدد الرياكشنز. فهبتدي احط شكل البوست بتاعنا بالطريقه دي، وشكل الداتا بقى على بعضها او الريسبونس على بعضه هيبقى عباره عن اوبجكت جوه منه اري اوف بوستس. فهناخد هنا عندي اي دي وتايتل وبادي، ده عباره عن سترينجز. وبعدين يوزر اي دي ده نمبر، و تاجز ده اري اوف سترينجز. وبعدين عندي الرياكشنز ده نمبر. ده بالنسبه لشكل البوست الواحد، لكن شكل الريسبونس على بعضه بيبقى عبارة عن اوبجكت جوه منه بوستس. وننزل تحت خالص كده، او من غير ما ننزل ممكن ايه نصغر ده كده، هنلاقي ان فيه بوستس عبارة عن الاري بتاعتنا. وبعدين فيه توتال وسكيب وليمت، دول البيجينيشن. دلوقتي بقى لما نرجع هنا لل HTTP جيت بتاعتنا، اقدر احدد له شكل الريسبونس هيطلع عامل ازاي. هيبقى الريسبونس اللي انا لسه عامله دلوقتي حالا، اللي هو هديله ريسبونس، ده بيجي من البوستس انتري. انا هروح هعمل ال HTTP ريكوست فين؟ على العنوان ده. فهاخد العنوان بتاعنا، طبعا يفضل ان انا اخد البيز يو ار ال ده احطه في الكونفيجريشن او الانفايرمنت او وات ايفر، لكن انا هعمله هنا هارد كودد عشان ننجز الوقت. انا عايز بقى لما الداتا تيجي هعمل هنا بروبرتي اسمها بوست، او خليها داتا، دي عباره عن اري اوف بوست. طبعا البوست ده بيجي منين؟ من البوست انتيتي. وهنا هنلاقيه بيشتكي بيقول لي ان البروبرتي داتا هاز نو انيشاليزر. فعندي حاجه من الاثنين، يا اما احط له العلامه دي يا اما احط له علامه الاستفهام. وانا بفضل علامه الاستفهام دي، معناها ان انا بسمح ان البروبرتي نفسها ممكن تكون undefined. اللي هعمله دلوقتي ان لما الداتا تيجي هعمل سبسكرايب. ففي السبسكريبشن ده بيبقى عندي تو ميثودز، واحده اسمها نيكست، ده بنجيب الريسورس هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي، وواحده لو حصل ايرور
فهنشوف هنعمل بيه ايه. طيب في النكست اللي انا عايزه ان انا عايز احط الديز داتا دي، احط فيها البوست بتاعتنا، فهقول له ان الديز داتا ايكوال resource دوت posts. طبعا هو هنا بيأوتو كومبليت بناء عليه عشان عارف ان resource الريس ده او response ده من التايب اللي هو response، اللي هو احنا قلنا له انه هيبقى فيه جوه منه array of posts. وقت الايرور يعني ممكن نهندل الايرور ده بطريقة شيك، بس انا حاليا هحطه في كونسول اللي هو مش احسن براكتس طبعا، بس خلينا نعمله كده مؤقت. نجرب بقى الكومبوننت بتاعنا، هنلاقي احنا لسه طبعا ما عملناش بقى الفيو، عايزين نروح نعمل الفيو.